الجاي ان شاء الله غادي نعرض عليكم باش تجيو ان شاء الله تحضروا العرس ديالي. انا فرحان بزاف لحقاش جيت اليوم نحضر الفنانة مجتهدة مثابرة وفنانة اللي قدرت على انها تبرز الوجود ديالها في المجال الفني عن طريق المثابرة ديالها والجد والكيد ديالها. دوك تنتمنى لها عقيقة مباركة وتنتمنى لها ان شاء الله الغزل اللي غزل وكنتمنى لها البنين والرفاهية والبنات باش ما تمنات ان شاء الله. هنا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.